لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه قد أحل له من النساء أزواجه التي أعطاهن مهورهن، وهي الأجور هاهنا، التي آتيتهن أجورهن، الأجر بمعنى المهر، كما قاله مجاهد وغير واحد. وقد كان مهره لنسائه 12 أوقية ونشا، وهو نصف أوقية، النش النصف. الأوقية 40 درهما، 12.5 في 40 يساوي 500، فالجميع 500 درهم. إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان، فإنه أمهرها عنه النجاشي رحمه الله 400 دينار، يعني 500 درهم من الفضة، والدرهم 3 جرامات من الفضة إلا 25 في الألف، 3 جرامات تقريبا، يعني 400 دينار من الذهب، نصف كيلو ذهب تقريبا إلا شيئا، دينار 4.25 جرام. قال وإلا صفية بنت حيي، فإنه اصطفاها من سبي خيبر ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها، وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية، أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس وتزوجها رضي الله عن جميعهم. جميع أزواجه عليه الصلاة والسلام قد أعطاهن مهورا، يعني سمى لهن مهورا، وهذا يقوي جدا القول بوجوب المتعة، لأن قول الله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أدى عنها كتابتها، يعني كانت مسبية وكانت بنت زعيمهم، وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، اتفقت معه على أن تكاتب تعتق نفسها بأن تؤدي أقساطا حتى تعتق، تدفع ثمن نفسها، تؤدي أقساطا حتى تعتق. فرسان لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دفع هذه الأقساط وصار هذا هو مهرها. فنقول الآية دلت على أن الرسول يمتع نساءه لو أنهن اخترن الفراق، وهذا دليل على أن المتعة لكل مطلقة، فإنهن جميعهن مدخول بهن وقد سمى لهن فريضة. فمن يقصر المتعة على من لم يسمي لها فريضة وطلقها قبل الدخول فقط،
ويجعل هذا وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. يقول إن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. فيحمل وجوب المتعة على هذه الصورة فقط، صورة المرأة المفوضة التي لم يسمي لها صداقا، تركت تسمية الصداق لزوجها وطلقها قبل الدخول، فيقولون هنا تجب المتعة. الآية الكريمة التي نحن بصددها تدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي دخل بهن كلهن قد سمى لها صداقا، ومع ذلك لما عرض عليه خيرهن عرض أن يمتعهن ويسرحهن سرحا جميلا. فدل ذلك على أن المطلقة المدخول بها المسمى لها صداقا التي تأخذ الصداقة كاملا تمتع أيضا. وقوله وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، أي وأباح لك التسري مما أخذت من المغانم، وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما، إنه أدى عنها كتابتها فصارت له عليه الصلاة والسلام فأعتقها وتزوجها. وملك ريحانة بنت شمعون النضرية بني النضير، وماريا القبطية أم ابنه إبراهيم عليه السلام، وكانتا من السراري رضي الله عنهما. يعني ماريا ليست زوجة وريحانة النضرية ليست زوجة، وإنما هما ملك يمين وسرية، يعني يجمعها السرية التي يعني هناك مثلا ملك يمين تكون الخدمة وملك يمين مع ذلك أجعلها ممن يطؤها، فكانتا كذلك. أنجبت له ماريا إبراهيم عليه السلام. وقوله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، يقول هذا وسط بين الإفراط والتفريط، فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعدا. الظاهر بقى كان أيام ابن كثير ولا حاجة، والأيام السلف دلوقتي بقى لا يعبؤون بزواج أصلا. يقول واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته، فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى، فأباح بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة، وتحريم ما أفرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت، هذا بشع فظيع. وإنما قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، فوحد لفظ الذكر بشرفه وجمع الإناث لنقصهن، ما قالش وبنات أعمامك، وقال بنات عمك المقصود به جنس، وبنات عماتك كذلك في الخال، كقوله عن اليمين والشمائل يخرجهم من الظلمات جمع إلى النور مفرد، وجعل الظلمات والنور وله نظائر كثيرة. وقوله اللاتي هاجرن معك، روى ابن أبي حاتم عن أم هانئ قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني، أم هانئ بنت عمه، ثم أنزل الله إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، إلى قوله اللاتي هاجرن معك، قالت فلم أكن أحل له ولم أكن ممن هاجر معه، كنت من الطلقاء. اللي هي عشان كده الحديث قد أجرنا من أجرتي أم هانئ، لأن هي أجرت كانت مسلمة وأجرت أحماءها. ورواه ابن جرير والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح. هي بنت عمه ومع ذلك لم تحل له لأنها لم تكن ممن هاجرت، هكذا قال. وهكذا قال أبو رزين وقتادة إن المراد من هاجر معه إلى المدينة. وفي رواية عن قتادة التي هاجرن معك أي أسلمن،
بخلاف حديث أم هانئ لأنها كانت مسلمة ولكن لم تهاجر. وقال الضحاك قرأ ابن مسعود واللاتي هاجرت معك. وقوله امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. أيوة يحل لك يا أيها النبي المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك. وهذه الآية توالى فيها شرطان، إن وهبت نفسها إن أراد النبي أن يستنكحها، كقوله تعالى إخبارنا عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وكقول موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقالها هنا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. روى الإمام أحمد عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال لا أجد شيئا. فقال التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وكذا، سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك بما معك من القرآن. أخرجه البخاري ومسلم. بما معك يعني على أن تعلمها ما معك من القرآن، على أن تحفظها، هذا دليل على جواز أخذ الأجر على تحفيظ القرآن، لأن المقصود أن الصداق ليس أنه إكراما له فقط، لابد أن تنتفع المرأة بشيء. الصداق نفع للمرأة، يمكن أن يكون أجرة، يمكن أن يكون مجهودا، يعني كما كان مهر زوجة موسى عمل 10 سنوات، انتفعت هي بأن تركت رعي الأغنام وسقيها. لابد أن يكون المهر شيئا تنتفع به المرأة، إما عين مال وإما منفعة، وليس أنه يزوج بالقرآن فقط كما يظن البعض. يجي البعض يقول لك مثلا زوج إكراما للقرآن، يعني لا ليس كذلك. وكذلك قد تشترط المرأة عليه أن يحفظ هو سورة، تقول مهري أن تحفظ سورة البقرة، هذا كلام ليس صحيحا، لا يصح هذا المهر. زوجتك بما معك من القرآن يعني أن يكون أن تعلمها مما معك. وروى الإمام أحمد عن ثابت قال كنت مع أنس جالسا وعنده ابنة له، فقال أنس جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته ما كان أقل حياءها. فقال هي خير منك. رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. انفرد بإخراجه البخاري. روى الإمام أحمد عن أنس أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابنة لي كذا وكذا، فذكرت من حسنها وجمالها فآثرتك بها، فقال قد قبلتها، فلم تزل تندحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشتكي شيئا قط. قال لا حاجة لي في ابنتك. لم يخرجوا. يذكرونه في فضل إصابة الإنسان بالمرض والثواب الذي فيه. كونها لم تمرض قط دليل على يعني أن الله لا يريد بها خيرا. روى ابن أبي حاتم عن عائشة قالت التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خولة
بنت حكيم. وروى ابن وهب عن عروة أن خولة بنت حكيم بن الأوقص من بني سليم كانت من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية له عن سعيد بن عبد الرحمن عن هشام عن أبيه أن قال كنا نتحدث أن خولة بنت حكيم كانت وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة صالحة. يحتمل أن أم سليم هي خولة بنت حكيم أو هي امرأة أخرى. وروى ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب وعمر بن الحكم وعبد الله بن عبيدة قالوا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 امرأة، ستا من قريش: خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة، وثلاث من بني عامر ابن صعصعة، وامرأتان من بني هلال ابن عامر: ميمونة بنت الحارث وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وزينب أم المساكين التي ماتت في حياته، وامرأة من بني أبي بكر بن كلاب من القرطاء وهي التي اختارت الدنيا، وامرأة من بني الجون وهي التي استعاذت منه، وزينب بنت جحش الأسدية، والسبيتان صفية بنت حيي بن أخطب وجويرية بنت الحارث ابن عمرو ابن المصطلق الخزاعية. من بنت عمه؟ بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام. لا مش زوجته، مش زوجته أمهن، ولا يعني ولا خولة بنت حكيم ولا أم سليم. عن ابن عباس: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي قال هي ميمونة بنت الحارث. فيه انقطاع، هذا مرسل. والمشهور أن زينب التي كانت تدعى أم المساكين هي زينب بنت خزيمة الأنصارية، وقد ماتت عند النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فالله أعلم. والغرض من هذا أن اللاتي وهبن أنفسهن من النبي صلى الله عليه وسلم كثير. ويقول هذا الصحابة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.